إخواني وأحبابي، صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام المباركات خطر لي أن أوجه لكم نصيحة من كتاب الله جل جلاله. فهذه الأيام أقسم الله تعالى بلياليها، والفجر وليالي العشر. فنحن في الأيام المباركات من ذي الحجة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال فيها هي أحب الأعمال إلى الله. فعلينا أن نحرص على العمل لأجل الآخرين، يعني الصلاة والصوم العبادات أنت تستفيد منها. أما أفضل الأعمال ما تقدمه لغيرك فالله غني عن العالمين. يعني أنت بكرة بتصلي وبتجي يوم القيامة هتقول ربنا أنا كنت بصلي، يعني هتمن على ربنا هتقول له أنا كنت بصلي اديني أعطني أنا كنت بصلي. ما هو جزائي؟ لن تفعل هذا، صحيح؟ ستأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول أنا آمنت بك أعطني ما هو مكسبي. قال تعالى يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني هذا العمل الإنسان دائما يحب أن يبرز نفسه، أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بحج، أنا ملتزم بالسنة، أنا ملتحد كذا. هذه صفات طيبة في الإنسان، لكن في المقابل قد تجد هذا المصلي، هذا الملتحد، هذا المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعفو، لا يصفح، لا يسامح، تجده مخاصما لأحبابه إخوانه، تجده قاطعا لرحمه، تجده إن اشترك مع أحد الإخوة في تجارة تجده خاصمه وكأنه عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى. فهذه كارثة نعاني منها في جالياتنا في خارج بلاد المسلمين كما عانينا منها في بلاد المسلمين. يعني بلاد المسلمين ابتليت بالغيبة والنميمة والحسد والطمع والمراقبة وتتبع العورات. أنا بقول حاجة غلط؟ لذلك الله سبحانه وتعالى عندما ظلمت هذه الأمة نفسها رحمكم الله عطز 20 مرة ما حدش نعم. عندما ظلمت الأمة نفسها ماذا حدث؟ مكن الله تعالى غيرها في الأرض. وكلنا نعلم مقولة ابن تيمية رحمه الله الشهيرة إن الله ينصر يعز الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. هذا عنوان لازم تحفظه جيدا. بماذا ظلم المسلمون أنفسهم في مجتمعاتنا؟ بما ذكرت، هي تراقب، المرأة تراقب جارتها، بنت خالتها، بنت عمتها، صديقاتها، فتأتي إلى زوجها فتقول فلانة خبزت وعملت وزوجها اشترى وبتاع وبتاع، فاهم؟ فكل هذه الأمور تظهر في مجتمعاتنا فتنشأ الخصومات وتقطع الأرحام لأسباب جد تافهة، لأسباب تافهة إلى أقصى حدود. طيب، قال تعالى في محكم التنزيل فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
إخواني، عندما تقع خصومة بين اثنين، وهنا ذكرت لكم سابقا من المشاكل بين الناس وخصوصا الأرحام والأقرباء ما لا عين رأت، هذا صحيح. يعني احنا متجينا مشاكل كارثية وصل إلى حدود الخصام والقطيعة الكارثية، ولكن السبب أدفع من التفاهة نفسها. فتقول الإخوة المتخاصمين، واحد جاء الثاني جاء، وإخوة على فكرة إخوة من دم واحد. أعطيكم مثال، أمثلة لا تحصى، ولكن أعطيكم مثال نبدأ به هذه القصة، وقصة واقعية حدثت في المدينة هنا. اختصم أخوان، وكان أحدهما يعيش في بيت الآخر. في بيت مين؟ الآخر، يعني اثنين عايشين في بيت واحد، وأي أخوه قد استضافه في بيته وهو متزوج، يعني الأخ وزوجته استضافوا أخوهم اللي من لحم ودم، صحيح؟ وعاشوا مدة ليست بقصيرة، بل وأحدهم قد شرك أخاه تعالى، أم أخوه تعالى اشتغل مع بعض، خذ شريك، خذ شريك، لا تدفع شيئا، أنت شريك. فحصلت خصومة، حدثت خصومة غريبة، وأنا أعرف العائلة وأعرف غيرها. المأساة أن الأخ الآخر خرج من البيت وقال لي: يا شيخ تعالى أريد أن أحدثك. فحدثني، وعندما بدأ بالخصام يتحدث عن الخصومة بدأ يذكر أسرار وعورات زوجتي أخي. يعني كيف؟ يعني يغتاب غيبة، غيبة حتى بتعرف عقليتنا العربية، أنت صاحبي بتيجي بتقول لي فلان الفلاني عمل هيك وعمل كيك وعمل هكذا وهكذا، فتقول إيش؟ أنت في مخك يخرب بيته، ده راجل مفتري حقيقة، يعني يعمل فيك كده، ده أنت راجل زي الفل. ولما تسمع عن المرأة ماذا فعلت به؟ تفاهات. يعني مثلا من المواضيع الخطيرة الغريبة التي يعني شعر بالإساءة فيها، أنها عندما كانت تضع كوب الشاي لزوجها كانت لا تعزم عليه بالشاي. مصيبة، وانتو شفتوا يعني جريمة من جرائم الدهر. فمن أجل هذا، هذه إحدى الأمثلة، من أجل هذا ومن هذه الأمثلة الخطيرة حصلت هناك كوارث، قطيعة أرحام إلى يومنا هذا منذ سنوات طويلة. فعندما بدأ يريد الحديث عن زوجة أخي، قلت له: قف، أنا لا أسمع غيبة ولا نميمة، فهذا حرام عليك أن تتحدث به، فقد دخلت بيته وعرفت أسراره، ويحرم عليك أن تتحدث بأي شيء عنه، ويحرم علي أن أستمع إليها. هذا حرام، أنديته فكرة شرعية. فمشكلتنا اليوم أنك إذا نصحت أخ قلت له المشكلة بسيطة، وهو من بلد مقهور، أنا مش حاول اسم البلد، من بلد مقهور يعاني، فقلت له: ألا ترى هؤلاء الأطفال يقتلون، يشردون، النساء تغتصب، تنتهك الأعراض، ألا ترى كل هذا؟ أليست هذه مصائب عظيمة جليلة؟ وأنت من أجل تفاهات بسيطة لا تستطيع أن تعفو، بل تتمادى وتتمادى بقطيعة الرحم. تعلمون ماذا فعل بعد هذه القصة؟ أنت عندك خصام مع أخيك، مع أخيك أنت، ماذا تفعل؟ تجبر أمك بدهاء وبخسة وبدناءة، تجبرها وتقنعها بأسلوب خسيس بأن تقاطع ولدها. كارثة،
وتجبرها ايضا بان تقاطع ثلاث بنات من بناتها. يعني ماذا فعل؟ زين لامه بان ابنها شيطان، والبنات الثلاثه لانه يزورون اخاه ويتصلون به بالهاتف ليطمئنوا عليه ويصلوا ارحامه، هؤلاء شياطين مثله. فماذا حدث؟ من اجل قصه تافهه بسيطه قطعت الارحام. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ هذا جلست معه، ما فيش ايه عن العفو والمسامحه الا ذكرتها له، ما فيش قصه من القصص التي اذكرها عن النبي عليه الصلاه والسلام وصحابته الكرام الا ذكرتها له. ماذا تفعل الحائط والجدار؟ لا احساس. تعرفون الخصام ايه المنافق، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. ما هذا الفجور؟ كارثه. جاءتني احدى الاخوات قالت عندي مصيبه وهي تبكي 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 تبكي. قلت لها ميت لحد يا ابوها يا ابنها، في ايه؟ ما هي الكارثه؟ قالت هناك شاب أحبه ويحبني ونحن على خطة الزواج، سنتزوج قريبا. فتدخلت زوجة أخيه فقلبته علي قليلا فاختصمنا. بعدين قالت عندما اختصمنا شعرت، شوف كيف كنا عظيم، عشان افتكروا الستات اني متحامل عليهم. لا والله أنا بعيد ماليش دعوة، أنا عايز أروح البيت النهاردة. إنك إذا كنا عظيم. ماذا فعل؟ واحد اتخانق معنا خناقة بسيطة، اتصلت بالمخابرات وبلغت عنه بأنه من الإرهابيين. ماذا؟ طب يعني لو واحد رشك بالمية أو ضرب رصاص جنبك أو ضربك حتة طوبة حصارة، يعني ضربت بالحصارة، تجيبي دبابة تمسي فيها. شوف يعني ما فيش، ليس هناك تطبيق لشرع الله. وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن ربنا قال ايه بعدها مباشرة؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني السيئة هذه مش شرط انت عندما تأتيك سيئة أن تبادلها بسيئة. لذلك الله عز وجل قال فمن عفا واصلح فاجره الله، لان السيئه تبادلها بالسيئه. نعم تطبيق الحدود، ولكن عندما تعفو اصبح يكون اجرك على الله. وكتبنا عليهم فيها لبني اسرائيل ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. واحد كسر لك سنك بتروح القاضي سن بالسن، كسر له سن على لك عين على العين. لكن فمن عفا واصلح فاجره على الله، فمن تصدق به فهو كفاره له. يعني في اشياء على الانسان ان يعفو ويصفح، كما قال تعالى امرا عباده المؤمنين فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. يعني هناك كوارث حتى على سبيل الدعابه. الصحابه بشر زينا، بعض الصحابه كان يحب الظرف والفكاهة ولكن بشكل غريب جدا، بشكل مؤذي. وشيء مش هتصدقوه، يعني ممكن انتوا سمعتوا ببعض هذه القصص، لكن هتشوفوا بأن الإنسان عندما يصل إلى مرتبة العفو يكون قريبا من الله جل جلاله. لأن قال لأن الله عز وجل يقول، ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا الصحابي نعيمان الأنصاري، صحابي هتشوفوا عمل إيه؟ هتشوفوا ده شهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا
وكل الغزوات وبايع بيعة العقبة مع النبي عليه السلام. طب ايش كان يعمل؟ هتسمع انت وتشوف يعمل كذا. كان مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه في رحله الى الشام، وكان عند ابي بكر غلام اسمه سويد. هذا الغلام كان يأكل، فجاء نعيمان الصحابي الجليل فقال اشركني في طعامك، فابى فعايز ياكله. فماذا فعل؟ راى رهطا وقبائل تمر، فذهب اليه فقال ان عندي عبدا قويا ولكنه مشهور بالكذب، فاذا قال انا حر فلا تصدقوه فهو كذاب. شوف ده فيلم سينما ولا هوليوود تعرف تعمل زيه. رهيب. راح قال عن الرجل المسكين ده اللي هو غلام سيدنا ابي بكر، قال عنه بانه عبد وبانه كذاب. افترى عليه افتراءين، انه عبد وكذاب، بل باعه بناقه صغيره او بنوق صغيرات. فقال اخذ النوق واشار اليه، قال هذا هو العبد اذهبوا اليه. فذهبوا اليه فقالوا له اشتريناك من فلان، قال انا حر لست عبدا. فقالوا نعلم انك كذاب، فربطوه بحبل وجروه. فلما علم سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه رد النوق اليهم ورده اليه. هل اقاموا الحد على نعيمان؟ اتعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام ظل يضحك عاما او حولا كاملا عندما تذكر هذه القصه او يذكر نعيمان؟ هذه من سماحه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الصحابي نفسه عمل مصيبه ثانيه. طب انت هنا ايش؟ انت هنا بعت عقد، مقارنه ده قال لك ما فيش نصيب، ما في نصيب بالزواج، احنا ما قال لك ما في نصيب، قال لك احنا متخاصمين، مش عارف. طيب تروح تبلغي عنه، تتهمي اتهامات باطله، ما ينفعش، كارثه. انت في خصام بينك وبين اخيك، هل تجبر؟ انت خصام بينك وبين اخيك، انت تقطع رحم، انت حر. تجبر امك على ان تقطع رحما مع اخيك ومع اخواتك، اليس هذا حراما؟ من اجل ماذا؟ من اجل تفاهات. تفاهات. انتوا تعرفوا المكان ده؟ المكان الذي اتحدث عنه مكان عربي، بلد عربي. مره في التكييف ينزل بعض نقاط الماء عند الجيران، فيها حاجه هذه، ينزل نقاط الماء عند الجيران، فتخاصموا فتلاسنوا فساب بعضهم بعضا فقتل اثنان. شوف الخصام، واذا خاصم من اجل حبيبات من نقاط الماء تنزل من مكيف تكييف الى الجيران، مات اثنان قتيلان، راحوا قتيلين بسبب هذا الجهل. واذا خاصم فجر، لذلك لما ينزل بامتنا العربيه والاسلاميه البلاء ما بنستغرب، ما بنستغرب كيف مكن الله تعالى عدونا علينا. هذا نعيمان ماذا فعل؟ مصيبة أخرى. كان الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار يجلسون في المسجد قرب المسجد، وكان الناس يتوافدون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس نعيمان مع كبار الصحابة ومنهم حمزة رضي الله تعالى عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام. وحمزة يعني شخصيته قوية جدا، مش يعني زي سيدنا عمر، مثل سيدنا عمر بل وأشد. يعني كان سيدنا حمزة موجود، محدش من الصحابة يعني كان له يعني الدور القيادي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش سوى حمزة. فجاء أعرابي، أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقة، فربط الناقة
ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يجلسون وبينهم نعيمان الأنصار. فماذا قالوا؟ قالوا: يا نعيمان، ألا ترى هذه الناقة؟ إنها جد ثمينة، كلها لحم، ونحن قد اشتقنا إلى اللحم، أفلا تذبحها؟ هم بقيين مين؟ هم اختاروا مين؟ نعيمان، لأنه عارفين أنه ما فيش لا يوجد أحد منهم يجرؤ أو يستطيع، يعني الإنسان عنده برضه مهارة، فاهم؟ هم بيرموا له الطعم. فماذا قال؟ لا، ماذا قالوا؟ زينوا له: إذا ذبحتها فسيعوضه رسول الله، إنه ما حدش هيعرف، لن نفتن عليك، اذبحها ولن نفتن عليك وسيعوض رسول الله. وحد ذبحها وهرب، تمام؟ فأعجبته الفكرة، هو فنان، ما يصدق يجي له فكرة زي هذه، فراح ذبح الناقة. لما ذبح الناقة أكيد عمل إيه؟ فر هاربا، قال لك بعدين نلحق الأكلة، هنلحق لسه هتشيل المهم. ذبح الناقة وفر هاربا، فرأى صحابيا آخر، أنتوا تعرفوا مين؟ المقداد بن عمرو، يعني مش صحابي سهل، يعني صحابي من العتاولة، أعز الصحابة وأشدهم بأسا، وعارف نعيمان، يعني بيعذره، مش إنه تعالى أنت واحد خباص، أنت واحد فتان، لا لا لا. ماذا قال له نعيمان؟ أدركني يا مقداد، لقد فعلت فعلة أريدك أن تعينني على الاختباء. وكان المقداد قد حفر حفرة كلها طين، فقال: أنزلني في الحفرة، في حفرتك، وغطني بالسعف والنخل. فغطاه وهو نزل في الحفر، تمام؟ لما نزل في الطين حصل ايه؟ والسعف كده بقى مغبر، بقى شكله مطين. وسار المقداد باتجاه النبي عليه الصلاه والسلام، اتجاه المسجد. خرج الاعرابي من عند النبي عليه الصلاه والسلام. تعرفوا الاعراب لما بيتكلم معاك عادي، يقول لك السلام عليكم، ممكن يصرخ في وشك، ممكن يضربك، انت فاهم؟ فهو خارج عند النبي عليه الصلاه والسلام، وجد الناقه قد عقرت، فصاح وعقراه: يا محمد، انتوا اتذبحت الناقه بتاعتي يا محمد. خرج النبي عليه الصلاه والسلام فسال الصحابه: من فعل هذا؟ على طول الصحابه النبي بيسال تشتكي، فقالوا: انه نعيمان. فمجد النبي عليه الصلاه والسلام يبحث عنه والصحابه خلفه، فبمن مروا بالمقداد، فقال: أرأيت نعيمان؟ عرف أنه هنا يعني الصحابي المقداد يخاف ويحب ويؤثر على نفسه، يعني لو 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 يعني فتن عليه، فيعرف أنه يمكن أن يقع غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعيمان. فسكت المقداد، فقال: أتعلم مكانه؟ فأشار المقداد بيده، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فكشف وأزال العسف والنخل، ونظر إلى وجه نعيمان المليء بالأوراق والطين والغبار، فبدأ يزيل عنه الغبار والطين والسعف، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فلم يعاقبه ولم يبطش به، بل عوض الرجل، وظلوا يضحكون أعواما على هذه القصة التي حدثت من صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لندرك ونعلم بأن العفو من شيم الكرام، العفو مأمور به العبد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا شعار يجب أن تأخذه، تضعه أمام عينيك على جبينك، أن يكون العفو من شيمك، وأن تأمر بالمعروف وأن تعرض عن الجاهلين. إن الله تعالى يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإن شاء الله تعالى نستكمل نصائح قرآنية الأسبوع القادم، ولعلنا إن شاء الله نستفيد من قراءة
قول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.